السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم باشمهندس عبد الرحمن فرغالي، وإن شاء الله مكملين مادة الـ Solid State Drives، وطبعاً مكملين حديثنا على الـ Rectifiers. خلاص، في الفيديو ده هنبدأ نتكلم على نوع جديد من الـ Rectifiers، هو الـ Single Phase Full Wave Fully Controlled Rectifier. طبعا بما اننا قلنا سنجل فيز فول ويف فولي كنترول، يبقى انا ادام قلت فولي كنترول يبقى كله ثايرستورز، مفيش طبعا في السيمي كنترول كان تو ثايرستور وتو دايود. خلاص، شكل الريكتفاير بتاعي كالاتي، بيبقى عندي فور ثايرستور بالشكل اللي قدامي ده، واللود طبعا كالعادة R و L و E الخاص بالدي سي ماشين اللي انت موصلها، وغالبا الارميتشر في حالة ان انا ثبت الفيلد بتاعي. فعندي هنا RA وعندي هنا IA، طبعا الاي سي سبلاي بيبدأ يكون في الميد بوينت بالشكل ده، ده السبلاي بتاعي. زي ما احنا قلنا وركزنا في كل نوع ريكتفاير كنا بناخده على الويف فورمز المختلفة، فنفس الحكاية برضو هنا احنا نركز على الويف فورم بتاع السنجل فيز فولي كنترولد. محتاج اشوف كام ويف فورم، لو تفتكروا كان 6 تقريبا. عندي الاي سي سبلاي بالشكل ده، وعندي هنا الاوتبوت بتاعي، طبعا هتعمله دوتد دوتد دوتد، بس هنا انت هتاخد الدوتد كمان الناحيه الثانيه، هقول لكم ليه كمان شويه. وبعد كده عندك الاي اي، مفيش هنا عندك دايود، بقى دي ميزه مفيش دايود هنا، في ثايرستور 1 سي سمينا ده ثايرستور 1 وده ثايرستور 2 وده ثايرستور 3 وثايرستور 4. انا عندي هنا ثايرستور 1 و 2 وعندي هنا ثايرستور 2 و 3. خلاص، وطبعا الاي سورس بتاعي الاي سبلاي بتاعي هو عبارة عن التجميعة بتاعت الثايرستور 1 و 2 في تشغيلهم، يعني ثايرستور 1 هو شغال 1 و 2 انا واخد من السبلاي، وثايرستور 2 و 3 برضو انا واخد من السبلاي بتاعي. زي ما احنا قلنا احنا هنا بنحدد الفايرنج انجل، وبعد ما بحدد الفايرنج انجل ببدا اشغل الايه السيستم بتاعي او الريكتفاير بتاعي واخد الخارج اللي انا عاوزه. خلاص، هتلاقي ان انا في السنجل فيز فولي ويف كنترولد ريكتفاير انا عندي تو كوادرانت، مش كوادرانت واحد، بركز معايا دلوقتي. لما هنيجي ندرايف الايكويشن بتاعه الريكتفاير ده هتلاقي ان مفيش هنا واحد زائد كوساين، هنا كوساين الفا دايركت، وبالتالي بما اني بتعامل مع الانجل دايركت فهتلاقي ان الكوساين من 0 ل90 بوزيتيف ومن 90 ل180 نيجاتيف. جميل قوي. لو احنا جربنا من 0 ل90، هل انا هاجي ساعتها عندي الزيرو هنا واقف زي ما كنا بنعمل في الهاف ويف وفي السيمي كنترول ريكتفاير؟ لا. ليه؟ لان في اللي فاتوا كلهم كان في فري ويلنج دايود، هنا مفيش فري ويلنج دايود، وبما ان مفيش فيه فري ويلنج دايود وانا شغال اندكتيف لود، اللي هيحصل كالاتي، ان انت اول ما يحصل فايرنج ال ال هتشحن تشحن، وبعد ما اوصل للزيرو هتبدا ال ال تفرغ، معنى ان ال ال تبدا تفرغ، ولو انا هايلي اندكتيف كالعاده اللي هيحصل ساعتها ان انا في جزء من النيجاتيف اي سي هيعدي معايا، لان الثايرستور ما زالت شغاله. وعشان تفتكروا في السيمي كنترول قلت لك لو شلت الفري ويلنج دايود هتوصل ان هو يشتغل فولي كنترول ريكتفاير، فاحنا عاوزين السيمي كنترول بالفري ويل عشان يطبق تاسك معينه، او انا عاوز منه اوبريشن معينه ان انا اشتغل بس 1 كوادرنت. فهنا في التو كوادرنت لا، انا هشتغل برضو جزء من النيجاتيف. طيب ورينا يا باشمهندس انت قصدك ايه. خلينا نفترض في الويف فورمز دي ان احنا شغالين من 0 ل 90، يعني انا بعمل فايرنج سي مثلا في الحته دي كده، بعمل ايه فايرنج في الحته دي، انا عارف ان مجرد لما اعمل فايرنج هيبدا الويف فورم ايه تبدا تشتغل بالشكل ده. هل انا واقف عند زيرو؟ قلنا لا. ليه؟ لان التيار اول ما يبدا الاي سي سبلاي يشتغل هيبدا يشحن لحد ما اوصل للزيرو، هيبدا يفرغ لحد ما تيجي فايرنج جديده. يعني ايه يبدا يفرغ؟ يعني انا عندي جزء من النيجاتيف هيبدا يعدي لحد الفايرنج الجديده بالشكل ده، هبدا اعدي لحد الفايرنج الجديده بالشكل ده.
بقى عندي فيه جزء في النيجاتيف ايه بيعدي، وكل ما الفايرنج هيزيد معايا كل ما انا هعدي في النيجاتيف اكتر، فكل ما الافريج بتاعي هيقول لنيجاتيف ايه، لنيجاتيف فاليو. يبقى في الفولي كنترولد ريكتفاير او لو هو ريكتفاير ناخده، انا عندي فيه جزء بروح للنيجاتيف سايد. ليه؟ لان انا عندي هايلي اندكتيف لود ومفيش فري ويلينج دايود موجوده. خلاص زي ما احنا قلنا انا شغال ان اي ايه فري ريبل كارنت، فانا اكيد كله هيطلع لي بوزيتيف بالشكل ده، والبوزيتيف ده هو متوزع جزء منه في الثايرستور 1 و2 وجزء منه في الثايرستور ايه في الثايرستور 3 و4، تاني جزء منه في الثايرستور 1 2 وجزء منه في الثايرستور 3 4. بس انا يهمني البوزيتيف سايد الاول عقده. البوزيتيف سايد ادي طبعا احنا الثايرستور 1 و2 اهو شغال كده، والثايرستور 3 و4 اكيد الجزئيه اللي بعد منها هنا كده، بعد كده نرجع 1 2 تاني. يبقى انا مجموع الثايرستور هو عطاني الاي اي، يبقى الثايرستور 1 و2 انا شغال في الجزئيه دي من اول ما ابتدي لحد ما انتهي هنا، ونفس الثايرستور 3 و4 يبقى انا مبدا من هنا لحد ما انتهي هنا، وبالتالي انا عندي الثايرستور 1 و2 اهو والثايرستور 3 و4 اهو، والاثنين بيطلع منهم اي اي دايركت اثناء ما انا شغال. الثايرستور الاي ار ام اس شغال دايركت. طيب السبلاي بقى بتاعي، السبلاي انا في البوزيتيف باخد من البوزيتيف وفي النيجاتيف باخد من النيجاتيف، مفيش مشكله. يعني انا المفروض هنا ارجع بقى اخد البوزيتيف بتاعي كده واخد الايه واخد النيجاتيف بتاعي برضو ايه كده، فهتلاقي ان انا عندي ده الشكل بتاعي، ده البوزيتيف بتاعي اهو باخد من البوزيتيف، واول ما يجي النيجاتيف هاخد ايه هاخد من النيجاتيف هكذا. فهتلاقي ان الاي سبلاي بتاعك ايكوال الاي اي دايركت، يعني الاي ثايرستور بتاعتك يا بتبقى ايه ايكوال الاي اي، مفيش هنا دايود وفي ثايرستور زي ما احنا اخدنا في الفيديوهات اللي فاتت في السنجل فيز هاف ويف وفي السيمي كنترول. دايما كان في جزئيه للدايود وفي جزئيه للثايرستور، مجموع الاثنين كان يديني الاي اي، لكن لا هنا مجموع الثايرستور بيديك الاي اي هنا، وبالتالي الاي ثايرستور هو ايكوال الاي اي ثايرستور عموما. فهنا مش محتاج لو رحت تحسب الانبوت باور فاكتور، انا عارف ان هو في اي 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 على الاي اس ار ام اس في اس ار ام اس، الاي اي تروح مع الاي اس ار ام اس، يبقى الباور فاكتور هنا بيساوي في اي على في اس ار ام اس. يبقى في النوع ده من الريكتفاير مفيش اي اي واي اس ار ام اس، ليه؟ لان الاثنين ايكوال هنا، انا شغال هنا شغال دايركت وذاوت دايود، مفيش دايود في الموضوع. خلاص ادام مفيش دايود يبقى مفيش كارنت هيتوزع ما بين جزء في الدايود وجزء في الثايرستور، بالعكس كله رايح في الثايرستور. خلاص طبعا الاي سبلاي زي ما قلت لك هو ايه، هو ايكوال اي ثايرستور في حاله البوزيتيف انا باخد من بوزيتيف، في حاله النيجاتيف انا باخد من نيجاتيف، وهكذا. في حالة البوستيف انا باخد من البوستيف والنيجاتيف باخد في النيجاتيف، وبالتالي الاي سبلاي ايكوال اي ثايرستور حسب الايه الدايركشن، في البوستيف باخد بوستيف وفي النيجاتيف باخد نيجاتيف. طبعا انا عارف ان هنا بوستيف واول ما دخلت هنا نيجاتيف والجزئيه دي كلها نيجاتيف لحد ما اخش هنا بوستيف، فارجع اخد البوستيف بوستيف، يعني هي الحته دي هنا بوستيف كلها وهنا نيجاتيف كلها وهكذا. يبقى من الاول انا باخد من البوستيف وبعد كده باخد من نيجاتيف اكوردنج للريجن اللي انت فيها. خلاص مهم جدا جدا ال VS ال V supply ال V average ال IA ال I thyristor 1 و 2 وال thyristor 2 و 3 و 4، دول مهمين جدا جدا جدا، مهمين جدا جدا ان انت تبقى فاهم ال V input فين، ال V average فين، ال IA فين، ال I thyristor 1 اللي هو الدياجونال ده فين، والدياجونال 2 فين، وفي الاخر السبلاي هو كل التيارات اللي ماشيه في الثايرستور، هو كل التيارات اللي ماشيه في الثايرستور. خد بالك في نقطة احنا ما اتكلمناش عليها في التو فيديوز اللي فاتوا، الدكتور ساعات بيسألك هو الباور فاكتور بتاعك ده لاج ولا ليد ولا يونيتي؟ طبعا يونيتي ده في حالة ان انا ريزيستيف لود، لكن لو تاخد بالك ان انا طول ما انا اندكتيف لود انا شغال لاج اكوردنج للاندكتنس. يبقى انا اي ريكتفاير الدكتور هيجي يسألك ان نوع الباور فاكتور هو لاج ولا ليد ولا يونيتي، كله لاج. ليه كله لاج؟ لان كله اندكتيف لود، كل الماشين اندكتيف، لان انت بتحط تاثير الوايندنج عندك، فلازم تقول للدكتور ان هو لاج ايه، لاج اوبريشن. تعال نبدا نشوف ان احنا
زي ما احنا قلنا، احنا كل الويف فورمز دي اخدناها في حاله ان ايه، في حاله ان الويف فورم اقل من 90. تعال نقول لو ان الفا عندي اقل من 90 ولو الالفا اكبر من ايه 90. مهم جدا عشان ده اللي هيبين لك التو كوادرنت اللي عندك. يعني انا هنا شغال تو كوادرنت، لو ده الفولت وده التيار فانا شغال ايه، الفولت هو اللي بيعكس لكن التيار كله في اتجاه واحد. والشكل بتاعي هيكون كالاتي، ان انا لو جيت اهو ده الفي انبوت وده الفي اوت، ده السبلاي وده الافريج الاوت. فاللي هيحصل ان انا لو عندي الويف فورم بالشكل ده، وقلنا لو الزاويه اقل من 90 بالشكل ده، فانا اعمل دوتد كده وبرده دوتد العكس عشان في جزء نازل في النيجاتيف سايكل. اول ما يجي فايرنج اشتغل وافضل شغال لحد الفايرنج الجديد، وافضل شغال لحد الفايرنج الايه، الفايرنج الجديد بالشكل اللي قدامي ده. لكن في حاله ان انا اكبر من 90 فانا هيكون عندي شكل الويف فورم كالاتي، ان انا هيكون عندي السيجنال بالشكل ده، وطبعا هيبقى عندي دوتد كده ودوتد الايه ودوتد العكس. انا هحط فين الفايرنج؟ احطه اكبر من 90 بالمكان ده، في المكان ده اهو. فاللي هيحصل بمجرد لما اشوف فايرنج ابدا اشتغل وافضل شغال لحد الفايرنج الجديد، وافضل شغال لحد الفايرنج الجديد، هنا برضه هفضل شغال لحد. فهنا البريوريتي لمين؟ يعني انا هنا الاكتر هو البوزيتيف ولا الاكتر النيجاتيف اللي هو الريجنز دي؟ يعني هنا كانت الريجن بتاعتي هي دي البوزيتيف ودول النيجاتيف، فساعتها انا البريوريتي عندي هنا للبوزيتيف ايه؟ للبوزيتيف سايد. لكن انا لما اجي احط الانجل اكبر من 90 فهتلاقي ان البريوريتي عندي بقت ايه؟ للنيجاتيف سايد. خلاص، يبقى انا عندي هنا في افريج فولتج بيطلع لي بوزيتيف، وفي افريج فولتج بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي نيجاتيف اكوردنجلي للانجل بتاعتي هي اكبر من 90 ولا اقل من 90. هنيجي بقى للايكويشن بتاعتنا اللي احنا محتاجين نعمل لها درايف كالعاده. انا محتاج ايه؟ محتاج الفي افريج هو 1 على باي من الفا الباي زائد الفا. ليه الفا الباي زائد الفا؟ لو رجعنا للويف فورم انا ببدا من الفا هنا وبروح هنا بنتهي عند باي، بس بفضل شغال لباي زائد الفا لحد الفايرنج الجديده، لحد الفايرنج الجديده. طبعا لفي ام ساين اوميجا تي دي اوميجا تي، ساين اوميجا تي دي اوميجا تي. هل هنا هيطلع لي في واحد؟ لا مش هيطلع لي في واحد. لو انا جيت كملت وعوضت بحدود التكامل هيطلع لك ان الفي افريج 2 في ام على باي كوساين الفا. بقى الفي افريج على طول ايه؟ ريليتد لمين؟ ريليتد لالفا عندي. الفا عندي بقى ليها قيمه موجوده. الفا عندي بقى ليها قيمه موجوده. ده برضو تبقى فاهمه كويس. يعني انا لو عاوز اجيب علاقه ما بين الفي افريج وما بين الالفا، لما هتحط الالفا بزيرو هيطلع لك الناتج ايه؟ 1، يعني هيطلع لك 2 في ام على باي. ولما هتحطها 90 هيطلع لك الناتج 0، ولما هتحطها 180 هيطلع لك سالب 2 في ام على باي. يعني الشكل هيطلع لك بالشكل ده. ده شكل التعامل ما بين الالفا وما بين الفي افريج في السنجل فيز فولي كنترول ريكتيفاير. وزي ما قلت لك هو فعليا 2 كوادرنت في اوف اي. يبقى ليه 2 كوادرنت؟ ان انا اعمل سبيد كنترول في الكوادرنت ده، لكن انا في الكوادرنت الثاني اعمل ايه؟ هعمل بريكنج. هعمل بليكنج ازاي؟ ان انا قلبت البولاريتي بتاعه السبلاي بتاعي، فاكني بعمل بلاجنج. انت عارف ان في انواع البريكنج ثلاث انواع، في دايناميك ان انا اوصل على اطراف الموتور ريزيستنس، وفي بلاجنج ان انا اعمل ايه؟ ان انا ساعتها اقلب البولاريتي بتاعه السبلاي، وفي ريجينريتيف. ريجينريتيف ان انا احاول اوبن الماشين، واثناء الحركه ابدا اوصل الماشين بكونكشن معينه ان انا اخد الكهرباء بتاعتي، اكنه شغال جنريتور، ان انا اخد الكهرباء اللي طالعه منه اردها بطريقه معينه. لكن انا يهمني دلوقتي ان انا حاله البلاجنج بتاعتي ان انا اقلب البولاريتي على اطراف الماشين، ولما اقلب البولاريتي فعلا اقدر اوقف الماشين بتاعتي. خلاص، الحاجه الثانيه المهمه واللي محتاجين نعرفها
ايه؟ طبعا الاي ثيرستور ار ام اف احنا قلنا هي ايكوال اي، وهنا المقصود بالثيرستور مش واحد واثنين، يعني هنا المقصود بالثيرستور كل الثيرستور الموجوده في الدياجونال الاولاني والموجوده في الدياجونال الثاني. لو تاخدوا بالكم ان هو كان في جزء كده والتاني الجزء الثاني بيكمل الجزء الاولاني، فانا لو اخدت كل الثيرستورز اللي عندي الاي ثيرستور هيكون ايكوال فعلا اي اي. خلاص، عشان لما اجي احسب الانبوت باور فاكتور يبقى في اي 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 على في اس ار ام اس اي اس ثيرستور ار ام اس، هيروح ده مع ده هيطلع لك في اي على في اس ار ام اس. وطبعا الدكتور هيقول لك نوع ايه، هتقول لاج لي اكوردنجلي الاندكتنس اللي موجوده في اللود بتاعي، ان اللود بتاعي اغلبه اندكتيف لود، فالطبيعي ان ادام الاندكتنس هي اللي لها البريوريتي في اللود بتاعي يبقى انا بلاقي. وخد بالك حتى لو مش هي الغالبه، طول ما في اندكتنس كلود كل طول ما انا شغال ايه، شغال لاج باور فاكتور. خلاص، مهمه جدا عشان لو الدكتور سالك فيها برضو تبقى فاهمها. هنحاول ما نطولش في الفيديو ده، هنكتفي بهذا القدر. هناخد ان شاء الله في الفيديو اللي جاي تو اكزامبل على السنجل فيز فولي كنترول ريكتيفاير، ونبقى احنا كده خلصنا كل السنجل فيز ايه ريكتيفاير. يبقى فاضل لنا نعمله فيديو او تو فيديو على ثري فيز ريكتيفايرز، ونبقى احنا كده برضو خلصنا كل الريكتيفايرز ونبدا نخش على التشوبر ان شاء الله. اتمنى الناس تكون استفادت من الفيديو، ان شاء الله الفيديو اللي جاي حل مسائل على سنجل فيز فولي كنترول ريكتيفاير. اشوفكم في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.